سنأتي إليك نشد الرحال ويعلو الأذان أذان بلال. أنا بخاطب الآن فئة أظن أن التعويل بقيام الأمة وعزها وتمكينها معتمد على هذه الفئة. دائما إحنا ما نقول جيل التحرير. إذا أريد أن أكون من جيل التحرير، تحرير ماذا؟ علي أن أحرر نفسي أولا. سنأتي ببأس لأهل الخلاء. وهنا أحب أن أقول لأبنائي وبناتي إن أمامكم، يعني نحن نبحث عن جيل النصر، أنا أريد كل واحد منكم من الأولاد والبنات أن يقرر من الآن أنه هو الذي سينصر دين الله عز وجل. بعزيز شديد المحال فربي عزيز. هذا هو الباب، هذه هي البوابة إلى طلب هذا الهدف الذي يكون الواحد منكم من فرسان جيل التحرير إن شاء الله تعالى. جيل التحرير، يعني جيل التحرير ينبغي أن يتصف بصفات عبادة لنا، عبادة لنا، هذه تزكية. هؤلاء أناس آمنوا بالله حقا وعرفوه حقا. سما حكايا البراق ووقع النضال. مثل أجدادكم ومن سبقوكم من الصحابة رضوان الله عليهم الذي كانوا هم مادة أو المادة الخام لنصرة دين الله سبحانه وتعالى. الكريم أيها الجيل، أيها يا شباب الجيل، يا شباب المستقبل، أيتها الشابات، أيتها الأمهات، ما الفرق بينك أنت أيها الشاب وبين أسامة بن زيد؟ ما الفرق؟ ما الفرق بينك أيتها الأخت الكريمة، أيتها البنت الطالبة، أيتها البنت، ما الفرق بينك وبين فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ اليوم نعرض بعض القدوات من العظماء حتى نتشبه بهم، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم أسد تخلف بعدها أشبالا، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح.